مساء الخير عليكم مشاهدينا مشاهدي قناة اتش سي، برحب بيكم معانا في أولى حلقات برنامجنا الجديد اتش سي نيوز. في البداية خليني أعرف مشاهدينا عن برنامجنا. برنامجنا هيكون فيه فقرات متنوعة. أول فقرة هنتكلم فيها عن منشطات لأهم الأخبار الحصرية العربية والعالمية وكل الأحداث المختلفة المتعلقة بمصرنا الحبيبة، وكمان هيكون معانا مفاجأة جميلة جدا. الحقيقة لاهتمامنا بالسوشيال ميديا، ولأن السوشيال ميديا بقت موجودة في حياتنا بشكل يومي، يعني حضرتك أول ما بتصحى من النوم بتدخل على الفيسبوك، تفتح الانستجرام وتفتح اليوتيوب وتشوف إيه اللي بيحصل في الدنيا. عشان كده هيكون معانا فقرة السوشيال ميديا، واللي هنعرف من خلالها أهم المواضيع اللي شغل الناس وكمان اللقطات الطريفة والغريبة من كل العالم. هنبتدي معاكم مباشرة ولكن بعد الفاصل. والآن موجز لأهم أنباء اتش سي من عناوين، وإليكم أبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقرر ترقية وزير الدفاع إلى رتبة فريق أول. الرئيس بمؤتمر الشباب: ما تحقق في السنوات الماضية محاولة للحفاظ على الدولة المصرية. الأهلي يؤمن على كوليبالي بعد هدفه في تاونشيب البتسواني. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترقية الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى رتبة فريق أول، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السادس للشباب أمس. وأكد الرئيس أن القوات المسلحة لها علاقة خاصة بينها وبين الشعب المصري، وأنها دائما موجودة في الموقع الذي يطلبه الشعب ويتمناه، مشيرا إلى أنه يؤكد هذا المعنى القوي داخل أعرق معهد علمي وتعليمي في مصر. السيد الرئيس يلمس الكتافات الجديدة لسيادة الفريق محمد زكي، وهو تقليد عسكري متعارف بين القيادات بالقوات المسلحة. تسمحوا لي نحن. وعلى هامش المؤتمر شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدم إمكانية نجاح أي نظام في الدولة المصرية مثل التأمين والتعليم والاستثمار والتنمية إلا بالاستقرار والأمن. وقال الرئيس السيسي خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحي في اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب: إن ما تحقق في السنوات الماضية كان محاولة للحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها وعدم الانحدار كما يحدث في الدول الأخرى. وأضاف السيسي أنه لن ينجح أي نظام في الدولة المصرية إلا بالاستقرار والأمن، متابعاً: النظام الحالي في التأمين الصحي مش هينجح مع الاستقرار، غير أن كل الاعتبارات والركائز التي وضعت فيما يخص التمويل المالي قد تحقق. بعد هدف الفوز على فريق تاونشيب البتسواني في دوري أبطال إفريقيا الذي أحرزه كوليبالي برأسه، وقع النادي الأهلي وثيقة تأمين على اللاعب المحترف ساليفاكو ليبالي بمبلغ 300,000 جنيه بوثيقة الحوادث الشخصية، وذلك بعد شراء اللاعب وقيده في القائمة المحلية والإفريقية للنادي قبل غلق القيد بفترة الانتقالات الصيفية. وكان الأهلي قد تغلب على فريق تاونشيب بهدف كوليبالي ليعطي الفوز أملا كبيرا في الصعود للدوري قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. انتشرت صورة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي مرتدية الحجاب، وظهرت نانسي في إطلالة جديدة من خلال صورتها التي بدا عليها أنها معدلة ببرنامج فوتوشوب من خلال متابعيها ومحبيها، فيما يتداول معجبوها الصورة بشكل واسع عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم تكن إطلالة نانسي عجرم بالحجاب والمعدلة ببرنامج الفوتوشوب هي الأولى من نوعها سواء للفنانة ذاتها أو لغيرها من الفنانات، حيث سبق وتداولت صور أخرى للفنانة اللبنانية بالحجاب واللي لقت رواجا كبيرا بين جمهورها، وليس هي فقط بل انتشرت صور لفنانات أخريات. ولسه مكملين معاكم مشاهدينا، ووصلنا لموجز أخبار السوشيال ميديا وكل ما هو جديد على ساحة السوشيال ميديا. الحقيقة الفكرة دي عاملة نسب مشاهدات عالية جدا، ناس كتير على موقع التواصل الاجتماعي بتنشر فيديوهات، والحقيقة الناس كل الناس اللي بتنشر فيديوهات دي هم الأبطال الحقيقيين لهذه الفيديوهات، واللي تخطت نسب مشاهدتها بالملايين وأصبح ليها مكان في عالم الترندز. احنا في فقرة السوشيال ميديا بنكون حريصين اننا نتابع كل ما هو جديد ونعرضه لحضراتكم هنا على شاشتنا، شاشة قناة اتش سي. هنبدأ معاكم اولى فقرات السوشيال ميديا باكتر فيديو حقق اعلى نسب الترندز. وعلى مدار الايام الماضية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات تحدي رقصة كيكي، وهي رقصة يؤديها الفرد بعد ترجله من السيارة أثناء سيرها، وعلى أنغام أغنية In My Feelings للنجم العالمي دريك. أول من قام بالتحدي ده هو النجم العالمي شيجي، وده بعد ما نشر فيديو ليه وهو بيرقص على أنغام الأغنية، ولاقى الفيديو عدد كبير من نسب المشاهدات وصل لستة مليون مشاهدة. وبعد شيجي شارك في التحدي أكتر من 150 ألف فيديو في أقل من أسبوع واحد، حيث بدأ مستخدمي الإنترنت بنشر فيديوهاتهم وهم بيقوموا بالحركات الراقصة على أنغام أغنية In My Feelings، وبينزلوا من العربية أثناء سيرها، وهو التحدي اللي سرعان ما اعتبر خرقا لقوانين السير وخطرا على حياة الناس. تعالوا نشوف هوس العالم بتحدي رقصة كيكي ونرجع لكم تاني. ورغم التحذيرات اللي أطلقتها دوائر المرور في العديد من الدول، ولكن لم يتوقف انتشار التحدي بين المشاهير ومعجبيهم حتى في العالم العربي، وسرعان ما ظهر فيديوهات لأشخاص يسقطون من السيارة لعدم تمكنهم من الوقوف وهي تسير، وآخرين تصطدم بهم سيارات أخرى ويتعرضون إلى حوادث مروعة. تاني فقرة بقى في عالم السوشيال ميديا، كلنا شفنا المنتخب الفرنسي بعد ما فاز بكاس العالم، بس ظهر على السوشيال ميديا فيديو سبب انتقاد واضح لفرنسا، لأن معظم اللاعبين اللي كانوا في المنتخب الفرنسي كانوا من جنسيات مختلفة، وعلى حد قولهم إن فرنسا فازت بكاس العالم بأقدام لاعبين غير فرنسيين. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو كم لاعب في فرنسا ليسوا من أصول فرنسية ونرجع لكم مرة تانية. وبعد ما شفنا الفيديو ولاحظنا ان فعلا في عدد كبير من جنسيات مختلفة، وعشان نكون منصفين في دول تانية كتير جنسوا اللاعبين زي مثلا ألمانيا وبلجيكا، بس مش زي المنتخب الفرنسي اللي تقريبا معظم اللاعبين كانوا من جنسيات مختلفة.
ومن أخبار كأس العالم لفيديو كلنا هنشوفه مع بعض، لاقى رواج كبير بين زوار ومتابعي السوشيال ميديا هذا الأسبوع. ظهر فيديو بشع ومشهد مؤلم على السوشيال ميديا، كان فيديو صادم للجميع حقيقي، مشهد ما يتخيلوش عقل. أطفال صغار بيتعرضوا للضرب المبرح من إنسانة أنتم نفسكم اللي هتحكموا عليها بس بعد ما تشوف الفيديو ده. يلا بينا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. اليوم تموت وتدخل الجنة. معقولة في حد بيتعامل مع الأطفال بالشكل ده؟ للأسف المشهد أنا عارفة أنه هو صعب، لكن أنا مش لاقية كلام أقوله. ناس ما عندهاش لا قلب ولا رحمة، ناس معدومين الإحساس، نقدر نقول أن ضميرهم مات. أما تقريرنا اللي جاي هتشوفوا معانا العجب بعد ظهوره على السوشيال ميديا، ولا تعرف منها هو مغني ولا مطرب. وصل بينا الحال ان سورة الفاتحة في القرآن تتغنى على مسامع من يدعون الطرب وعلى أنغام الموسيقى. يعني الحقيقة مش عارفة اقول ايه. تعالوا نشوف في التقرير اللي جاي ونرجع لكم تاني. لابد من وقفة حقيقية لتلك النماذج الضالة اللي بتشوه الإسلام، والإسلام بريء منهم. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فمن يحاسب هؤلاء الرويبضة بتهمة ازدراء الأديان؟ نشوف الست المصرية اتصرفت ازاي لما تعرضت للمعاكسات في الشارع. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع لكم مرة تانية. اطول مني بس انا هقصرك اهو. سايد رينج اوبا، ابعد عني ابعد عني يا راجل، في الهوا التاني اسرع منك، انزلك اخليك. وزي ما شفنا ست مصريه تحولت لاحسن مصارع محترف في العالم لما حست بس ان كرامتها اتهانت. للاسف الشديد التحرش والمعاكسات انتشرت في مجتمعنا بصوره كبيره، ولابد من الوقوف لها. طيب، يوميا بنسمع عن حوادث مختلفه وتمر من أمام مسامعنا مرور الكرام، ولكن هناك حوادث بنقف قدامها كتير وأحيانا ما بيصدقهاش العقل أو حتى الضمير الإنساني، ويؤكد أن هناك خلل خطير في المجتمع. لما نسمع أن أب وأم تجردوا من كل معاني الرحمة والإنسانية وقاموا بتعذيب ابنهم بسبب اختفاء مبلغ 400 جنيه. والله 400 جنيه، للأسف يعني أنا مش غلطانة في الرقم بس هي دي الحقيقة. أكمل معاك وبقية الحقائق بعد تقريرنا اللي هيتعرض قدامكم دلوقتي على شاشتنا من دمياط من مسرح الحادث، ونرجع لكم مرة تانية. وزي ما شفتم أستاذ جامعي، يعني مش شخص جاهل أو أمي، بيقتل ابنه بمنتهى الوحشية وبيفكر تفكير مجرمين، وكمان بيرمي الجثة برا البيت ويروح يبلغ عن اختفائها عشان تعرفوا وصل الجمود والوحشية بينا لحد فين. احنا لازم نتحرك سريعا ونشوف الخلل المجتمعي ده هيوصل بينا لفين. وصل حتى للأستاذ الجامعي انه يفكر التفكير ده. أسرة اتدمرت بسبب فعل شنيع من أب وأم هان عليهم فلذات أكبدهم. نجينا يا رب.
واخر حاجه بقى معانا النهارده ونخرج بيها من الفيديوهات اللي شفناها واثرت فينا من تعذيب وقتل الاطفال الابرياء، نروح بقى لخفه دم الشعب المصري المشهور بيها. في عز ازماته لازم تكون المواقف المضحكه وبعض الافعال اللي اول ما بنشوفها بنضحك فعلا من قلبنا. معانا تقرير هنشوفه عن خفه دم الشعب المصري ونرجع لكم مره تانيه. وزي ما شفتوا حضراتكم بجد يعني حاجات بتخلينا نضحك من قلبنا، لاننا احنا الشعب الوحيد اللي في العالم مهما كانت الازمات او ضاق بينا الحال لكن دايما الضحكه بتكون موجوده وسطينا. شعب عمرك ما هتلاقي له كتالوج، هو كتالوج واحد بس واسمه عظمه وجمال مصر. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهاية موجزنا مع آخر أخبار السوشيال ميديا، على أن نلقاكم في أخبار جديدة وكل ما هو جديد في هذا العالم الجديد، عالم السوشيال ميديا، وإلى اللقاء.